إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وبعد، فكل ما أنزل في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، علمه من علمه وجهله من جهله، لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه. والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا، وفقه الله للقول والعمل بما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة، فهو الكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال، والغي والرشاد، والشرك واليقين، والشك واليقين. أنزله لنقرأه تدبرا، ونتأمله تبصرا، ونسعد به تذكرا، ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه، ونصدق أخباره، ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه، ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره، ورياحين الحكم من بين رياضه وإزهاره. فهو كتابه الدال لمن أراد معرفته، وطريقه الموصلة لسالكها إليه، ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات، والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب، وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب، هو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء، والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء، لا تفنى عجائبه ولا تقنع سحائبه، ولا تنقضي آياته ولا تختلف دلالاته، كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زاد هداية وتبصيرا، وكلما بجست معينه فجر لها ينابيع الحكمة تفجيرا. فهو نور البصائر من عماها، وشفاء الصدور من أدوائها وجواها، وحياة القلوب ولذة النفوس، ورياض القلوب وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، والمنادي بالمساء والصباح يا أهل الفلاح، حي على الفلاح، نادى به منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أسمع والله لو صادف آذانا واعية، وبصر لو صادف قلوبا من الفساد خالية، لكن عصفت على القلوب هذه الأهواء فأطفأت مصابيحها، وتمكنت منها آراء الرجال فأغلقت أبواب رشدها، وأضاعت مفاتيحها، وران عليها كسبها، فلم تجد حقائق القرآن إخواني الكرام فيها منفذا، وتحكمت فيها أسقام الجهل،
فلم تنتفع معها بصالح الغذاء. وأعجبا لها جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولما تقبل الاقتداء بكلام رب العالمين ونص نبيه المرفوع سبحان الله، كيف اهتدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ والصواب، وخفي عليها ذلك في مطلع الأنوار من السنة والكتاب. وعجبا كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمها ومقبولها ومردودها وراجحها ومرجوحها، وأقرت على نفسها بالعجز عن تلقي الهدى من كلام من لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الكفيل بإيضاح الحق مع غاية التبيان، وكلام من أوتي جوامع الكلمة واستولى على الأمد الأقصى من البيان. كلا، استولى على الأمد الأقصى من البيان، استولى على الأمد الأقصى من البيان، وورث ذلك لمن؟ لأهل العلم. ثم جاء زمن أصبح من يطلق أهل العلم والعلماء والمشايخ على النابتة زورا وبهتانا، لابد من تصحيح المفاهيم. أي والله لابد من تصحيح المفاهيم التي غابت واندثرت، وليتها غابت واندثرت وفقط، ولكن قدمت نماذج زورا وبهتانا تتألى على الله وتتألى على العلماء. حسبنا الله ونعم الوكيل. كلا بل هي والله فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها، وحيرت العقول عن طرائق قصدها، يربى فيها الصغير ويهرم عليها الكبير، وظنت خفافش البصائر أنها الغاية التي يسابق المتسابقون إليها، والنهاية التي يتنافس المتنافسون فيها وتزاحموا عليها. إي والله تزاحموا عليها وظنوا أنها العلم، ولا تمت للعلم بصلة، وتزاحموا عليها. وهيهات وهيهات هيهات، أين السهى من شمس الضحى؟ وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ والله حتى هذه الكلمات لا تعبر عن الواقع. وأين الكلام الذي لم يضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم؟ وهل علمت معنى الدليل؟ وهل فهمت معنى الدليل؟ وأصبح الدليل في زمننا هذا أسماء وأشخاص ورسوم، والأمر لله. أين الثرى من كواكب الجوزاء؟ وأين السهى من شمس الضحى؟ وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ وأين الكلام الذي لم يضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم من النقل المصدق عن القائل المعصوم؟ وأين الأقوال التي أعلى درجاتها أن تكون سائغة الاتباع من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمها وتحكيمها والتحاكم إليها في محل النزاع؟ وأين فهم النصوص؟ وأين أدوات فهم النصوص؟ أين تلك الأدوات؟ وأين الآراء التي نهى قائلها عن تقليده فيها وحذر إلى النصوص التي فرض على كل عبد أن يهتدي بها ويتبصر؟ وأين المذاهب التي إذا مات أربابها فهي من جملة الأموات، إلى النصوص التي لا تزول إذا زالت الأرض والسماوات؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ماذا حلم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم؟ العلم خلي بالك مش الزور، مش الجهل الذين يطلقون عليه العلم،
واقتباس العلم من مشكاتها من كنوز الذخائر وما دافته من حياة القلوب واستنارة البصائر. قنعوا بأقوال استنبطها معاول الآراء فكرا وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا. إخواني الكرام، درست معاني القرآن في قلوبهم ذهبت، فليسوا يعرفونها، ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونها، ووقعت ألويته وأعلامه من أيديهم فليسوا يرفعونها، وأفلت كواكبه النيرة من آفاق نفوسهم فلذلك لا يحبونها، وكسفت شمسه أي شمس القرآن عند اجتماع ظلم آرائهم وعقدها فليسوا يبصرونها، وخلعوا نصوص الوحي من سلطان الحقيقة، وعزلوها عن ولاية اليقين، وشنوا لما اكتفوا بذلك بل شنوا عليها غارات التأويلات الباطلة، فلا زالوا يخرج عليها من جيوشهم كمين بعد كمين. نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام اللئام، أقسم بالله لئام، فعملوها بغير ما يليق بها من الإجلال والإكرام، لأن الحق عندهم عرف بالرجال ولم يعرفون الرجال بالحق أبدا، قدموهم على الفهم الحقيقي، ثم يعلنون أنهم يعني يسيرون على الآثار ويتبعون النبي زورا وبهتانا. فهذه التأويلات الباطلة فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم كمين بعد كمين. نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام اللئام، فعاملوها بغير ما يليق بها من الإجلال والإكرام. ومشكلة كمان، تلقوها من بعيد، ولكن بإيه؟ ده استنوها هناك على أول الطريق بره بلد بعشرين كيلو، وعملوا فيها إيه؟ تلقوها من بعيد ولكن بالدفع في صدورها والأعجاز مخرط الشيء، وقالوا ما لك عندنا من عبور، يعني مش مثلا سواها حتى عد من جنب البلد ليها النفس والقلب، أبدا ده من بعيد، وإن كان لابد فعلى سبيل المجاز ترانزيت، وترانزيت خارج ايه؟ خارج المطار. انزلوا النصوص من منزلة الخليفة، الخليفة في هذا الزمان تدعي له على المنبر وتعمل له طابع بريد وتحط صورته عليه وعلى الفلوس، فانزلوا النصوص منزلة الخليفة في هذا الزمان، له السكة، يعني ايه؟ ده حتى ملوش السكة كمان، السكة اللي هي الحديدة المنقوشة اللي تطبع عليها الدراهم والدنانير، يعني وقد تطلق على النقود المضروبة في نفسها، والخطبة ده حتى ما بقاش خطبة، ولا بقى حتى طابع بريد، ولا حتى صورته تيجي على لكن هو كده يعني ايه، والخطبة وما له حكم نافذ ولا سلطان، بس عايزين الخليفة نحط مكانها ايه؟ الشريعة، بقت الشريعة زي السلطان اللي ملوش ايه؟ ملوش دور في الحياة، شكلي بس، هتعمل زي الإخوان، الإسلام هو الحل بس، وتنزل على الواقع. طب فين الإسلام في قلوبكم؟ فين الإسلام في حياتكم؟ فين الإسلام في بيوتكم؟ فين الإسلام في سلوككم؟ فين الإسلام في شعوركم؟ فين الإسلام في ولائكم؟ فين الإسلام في برائكم؟ فين العلم؟ فين علماء السلف؟ فين الأئمة في حياتكم؟ فين كتب السلف وكتب الأئمة العظام؟ فين؟ فين كلام الصحابة في موارد النزاع وعند النوازل؟ فين إخواني الكرام؟ على أي حال، ما زلنا مع القرآن، وها نحن مع القرآن إخواني الكرام، وتأملات قرآنية في سورة الفاتحة.
ما زلنا مع قول الله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. تهينا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. انتهينا من كلام الإمام ابن كثير، و ما زلنا مع كلام الإمام الطبري وكلام الإمام ابن عاشور. واضح يا إخواني كلام الإمام مين؟ ابن عاشور. والإمام ابن الطبري بيقول يقول تعالى ذكره في قول الله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يقول تعالى ذكره: وقال المشركون الذين لا يخافون لقاءنا ولا يخشون عقابنا، هل أنزل الله علينا ملائكة فتخبرنا أن محمدا محق فيما يقول، وأن ما جاءنا به صدق، أو نرى ربنا فيخبرنا بذلك كما قال جل ثناؤه مخبرا عنهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. سورة الإسراء. ثم قال بعد: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. سورة الإسراء برضه. يقول الله تعالى: قد استكبر قائل هذه المقالة في أنفسهم وتعظموا وعتوا عتوا كبيرا. يقول: وتجاوزوا في الاستكبار، يعني بقيلهم ذلك حده. وقال تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يقول الإمام الطبري رضي الله عنه يقول تعالى ذكره: يوم يرى هؤلاء الذين قالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، بتصديق محمد الملائكة، فلا بشرى لهم يومئذ بخير. لا بشرى، لا بشرى يا إخواني، لا بشرى، لا بشرى لهم اليوم، فلا بشرى لهم يومئذ بخير. يقولون حجرا محجورا، يعني أن الملائكة يقولون للمجرمين حجرا محجورا، أي حراما محرما عليكم اليوم البشرى أن تكون لكم من الله. ويقول تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. واضح إخواني؟ هباء منثورا، جعلناه هباء إيه؟ هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يقول تعالى ذكره: وقدمنا، أي وعمدنا، إلى ما عمل هؤلاء فجعلناه باطلا، لأنهم لم يعملوه لله وإنما عملوه للشيطان. والهباء هو الذي يرى كهيئة الغبار إذا دخل ضوء الشمس من قوة يحسبه الناظر غبارا ليس بشيء، تقبض عليه الأيدي ولا تمسه ولا يرى ذلك في الظل. وقوله جل ثناء: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يقول تعالى ذكره: أهل الجنة يوم القيامة
خير مستقرا، وهو الموضوع وهو الموضع الذي يستقرون فيه من منازلهم في الجنة، من مستقر هؤلاء المشركين الذين يفتخرون بأموالهم وما أوتوا من عرض هذه الدنيا في الدنيا. وأحسن منهم فيها مقيلا، وأحسن منهم فيها مقيلا. فإن قال قائل وهل في الجنة قائلة؟ فقال وأحسن مقيلا فيها. قيل معنى ذلك وأحسن فيها قرارا في أوقات قائلتهم في الدنيا في منتصف النهار. وذلك أنه ذكر أن أهل الجنة لا يمر فيهم في الآخرة قدر ميقات النهار من أوله إلى وقت القائلة حتى يسكن مساكنه. يا سلام، ربنا يرحمنا. حتى يسكنوا مساكنهم في الجنة. فذلك معنى قول الله تعالى وأحسن مقيلا. ثم ننتقل إخواني الكرام إلى الإمام ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير. قال الله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يقول الإمام ابن عاشور رحمه الله حكاية مقالة أخرى من مقالات تكذيبهم، حكاية مقالة أخرى من مقالات تكذيبهم. انتبه أخي الكريم، حكاية مقالة أخرى من مقالات تكذيبهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد عنون عليهم في هذه المقالة بالذين لا يرجون لقاءنا، عنوان شامل كامل. وعنون عليهم في المقالات السابقة بالذين كفروا وبالظالمون، يعني عنوان. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، عنوان شامل على مدى العصور والأزمنة إلى أن تقوم الساعة. وعناوين أخرى، عنوان عليهم بالذين كفروا وبالظالمون، لأن بين هذا الوصف وبين مقالاتهم انتقاض، انتقاض يعني اللي هيقولوه بعد كده طب ما انت مكذب من الاول. فبين هذا الوصف الذين لا يرجون لقاءنا، الذين كفروا، الذين الظالمون، بين هذا العنوان والمقالات انتقاض. فهم اخواني الكرام قد كذبوا بلقاء الآخرة بما فيه رؤية الله والملائكة. ألا؟ طب أنت مكذب وبعدين طلبوا رؤية الله في الدنيا، التناقض ده، ونزول الملائكة عليهم في الدنيا، وأرادوا تلقي الدين من الملائكة أو من الله مباشرة. فكان في حكاية قولهم وذكر وصفهم تعجب، تعجيب من تناقض مداركهم. مفهموش، انت بتكذب بالآخرة بالله بالملائكة وين عايز تتلقى هذا الدين من الملائكة أو من الله وتشوفه عيانا جهارا؟ انت مخلوق، انت عبد. فذكر وصفهم هذا تعجيب من تناقض مداركهم. واعلم ان اهل الشرك شهدوا انفسهم بانكار البعث، وتوهموا ان شبهتهم في انكاره اقوى حجة لهم في تكذيب الرسل.
فمن أجل ذلك أيضا جعل قولهم ذلك طريقا لتعريفهم بالموصول، كما قال تعالى سورة يونس: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل. وكلمة أو حرف في قوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا، إيه المقصود بلولا؟ الآن ابن عاشور بيقول إيه بقى؟ ولولا حرف تخصيص مستعمل في التعجيز. يبقى هنا إيه إخواني؟ ولولا في قوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. فلولا حرف تعجيز، حرف تخصيص مستعمل في التعجيز والاستحالة. لولا حرف تخصيص مستعمل في التعجيز والاستحالة، أي هلا أنزل علينا الملائكة فنؤمن بما جاء بما جئت به. يعنون أنه إن كان صادقا فليسأل من ربه وسيلة أخرى لإبلاغ الدين له إليهم. ومعنى لا يرجون، وقال الذين لا يرجون، إيه معناه؟ لا يظنون ظنا قريبا، أي يعدون لقاء الله محالا. ومقصدهم من مقالهم أنهم إيه، خلي بالك بقى أصحاب الدنيا يقولك أهو عشان تعرف إيه أثر حب الدنيا بقى وحب السلطة بقى والتكبر، هيودوك في داهية. من مقالهم أنهم على أعلى من أن يتلقوا الدين من رجل مثله. أنت مين يعني؟ أنت أنا بكلمك ما بفكرش فيك، أنت ولا تسوي حاجة بالنسبة لي، تعرفش أنا مين؟ أنت مين يعني سيادتك؟ عبد ابن عبد، ضعيف ابن ضعيف، فقير ابن فقير، ذليل ابن ذليل، هتروح فين؟ اسكت. فهو إيه؟ عايزين يقولوا إيه يخدي في قول الله تعالى: لا يرجون لقاءنا، لا يرجون، لا يظنون ظنا قريبا، أي يعدون لقاء الله لقاء محالا. ومقصدهم من مقالهم أنهم أعلى من أن يتلقوا الدين من رجل مثلهم. ولذلك عقب بقوله: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، على معنى التعجب من ازدرائهم وغرورهم بالباطن. حاجة عجيبة، زي ما تكون فار وعايز يعمل نفسه أسد، فأنت وعمال يحاول يعمل طلع صوت زي الأسد ولابس فروة أسد، والناس قال ايه وفي ايه ده، انت اللي عملت ايه، انت فار خلي بالك. فهنا يعني ايه هم بيتكبروا ان تلقوا هذا الدين من مثل هذا الرجل. ولذلك عقب الله تعالى بقوله: لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا، على معنى التعجب من ازدرائهم وغرورهم بالباطل، وغرورهم الباطل، والجملة استئناف. يتنزل منزلة جواب عن قولهم، والتأكيد بلام القسم لإفادة معنى التعجب، لأن القسم يستعمل في التعجب. والله كقول أحد بني كلاب أو بني نمير أنشده ثعلب في مجالسه والقاري في أمالي: ألا يا برق على قلل الحمى
لهنك من برق على كريمه. فإن قوله من برق في قوة التمييز، وإنما يكون تمييز لما فيه، فيه لما فيه من معنى التعجب. والاستكبار مبالغة في التكبر. فالسين والتاء استكبار للمبالغة مثل استجابة، وفي للظرفية الكنائية في أنفسهم، شبهت أنفسهم بالظروف، وفي في تمكن المظروف منها. ايه المظروف؟ الاستكبار. اكنك النفس ظرف والاستكبار هي المظروف اللي انت هتحطه فين؟ في الظرف اللي هي النفس. اي هو استكبار متمكن منهم، كقوله تعالى وفي انفسكم افلا تبصرون. الزريات. ويجوز ان تكون في للتعليل، كما في الحديث الشريف: دخلت امرأة النار في هرة حبستها. في هرة هنا ايه؟ تعليل سبب دخولها النار. اي استكبروا لاجل عظمة انفسهم في زعمهم. والعتو تجاوز الحد في الظلم، وقد تقدم في قوله تعالى: وعتوا عن امر ربهم في الاعراف. وانما كان هذا ظلما لانهم تجاوزوا مقدار ما خولهم الله من القابليه. وفي هذا ايماء الى ان النبوءه اللي هي تكليف الهي لواحد من البشر يختاره الله لتبليغ ذاته الى الناس، لا تكون بالاكتساب، وإنما هي إعداد من الله تعالى. قال في سورة الأنعام: الله أعلم حيث يجعل رسالته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.